الربع اللي هو ناحيه الكورنر ناحيه اليمين اللي هو قريب من الجامع ده. ايوه بالظبط كده في مساحه مثلا 30 متر في 30 متر، عمل تقسيمه صغيره كده 4 ضد 4 من الناس اللي هو عايز يشوفها، ما خدتش مثلا تلت ساعه ولا حاجه. ولقيته بعد ما خلصنا جه وقف معايا وقال لي على فكره انا حضرت 30 واحد للسفر المانيا واللي هنسافر خلاص، كانوا هيسافروا بوك يعني تاني يوم، تاني يوم على طول، تاني يوم او تالت يوم يعني مش هيقعدوا اكتر من يوم او هيستمروا في المعسكر اسبوعين. ايوه قال لي بص ما تمشيش ولا تعمل اي حاجه، لان احنا كنا يا اما هنتقيد في الفريق الاول يا اما خلاص الفريق هتمشي 20 سنه خلص يعني. يا نهار ابيض. فخلاص يا هتبطل او يعني هتمشي من النادي الاهلي همشي. وغالبا او ممكن العب بقى في اي نادي تاني. قال لي ما تمشيش ولغايه لما ارجع من المانيا. طبعا انا روحت قلت ده ممكن يكون هو بيجاملني، ممكن هو بيقول كده يعني، بس يظهر ان هما كابتن جوهري وكابتن زيزو في اللحظه دي حطوني في دماغهم، او يعني ابتديت ايه اعمل لهم تاثير يعني. ففعلا راح المانيا اسبوعين. انا بقى رحت دمياط، قلت لا نادي دمياط. انا قلت خلاص انا قلت بقى. يعني ده هو بيقول لي كده ده 30 واحد بيجاملني. يعني بس طبعا ما كانش ينفع اتايد غير لما الاهلي يجي فعليا خلاص ما ايدنيش يعني. انه وعن طريق الكابتن حماده زاهر الله يرحمه، اخو الكابتن سمير زاهر برضه الله يرحمه، طبعا هم رحت، وكان الكابتن شاذلي هو اللي ماسك الفريق، كان دمياط في الدوري الممتاز. وكان كذا لعيب من النادي الاهلي بيلعب من اللي هم مشوا قبل كده كانوا بيلعبوا في فرقه دمياط. كابتن شاذلي شافني وكده وبتاع وقال لي خلاص انت تبقى معايا وكده، وقعدت اتمرن معاه بتاع 3 4 ايام الله يرحمه. و رجعت انا مصر بقى على اساس انها ممكن اكمل معاهم يعني. فلقيت في يوم بقى كده اسامه عباس، طبعا لاعب الاهلي والاسماعيلي ومنتخب مصر، هو جاري في المنيره وكان من الناس اللي مسافرين معسكر بتاع المانيا، وهو كان من الفريق من الناس اللي مقيده في الفريق يعني او هتقيد في الفريق. لقيته بقى بينداني بيقول لي ده الحق ده كابتن جوهري عايزك كده فجأة وأنا قاعد في البيت. في البيت؟ والله قاعد في البيت لقيت كده فجأة إنه نزلت ورحت التمرين. هو كان مستنيك تحت؟ لا أسامة التمرين. لا أسامة قال لي لا كابتن جوهري الله يرحمه كان في النادي. لا كان في النادي. هو قال لي أسامة عارف إن أسامة من المنيرة. فقال له بلغ أسامة يجي. يجي بقى. إحنا رجعنا. ما نسيش. ما نسيش لا. يعني قعد الأسبوعين كلهم اتمرن وعمل وكل حاجة وما نسيش إن أسامة. لا هو يظهر هي علمت في دماغه من ساعة ما اللي هو ما أنا بوريك برضو ال 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 عين المدرب أو خبرته برضو من مجرد 4×4 كده في مساحة صغيرة هو حس إن وقت قليل. وطبعا في برضو معلومات بتجيله طبعا. بس هو حس إنه سبحان الله. بيندهني بتاع لقيت كابتن جوهري حتى يوميها ما لحقش يكلمني، لقيته بس انا دخلت النادي وكانوا هم نزلوا التدريب. فلقيته شاور لي غير وانزل بس ما قاليش حاجه. قال لك غير كده وانزل على طول. والله الله يرحمه. الله يرحمه. وفعلا ده كان سنه 83 82. ما انا لعبت موسم 81 82 في ال 20 سنه و 32 83 هو جه وصعد. ماشي. لقيت نفسي بقى وسط بقى كباتن وكبار. دي كانت اول مره ليك تمرين مع الفريق الاول؟ اول مره. خلاص دي كانت اول مره اللي هو الكابتن جوهري قال لك تعال